السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية الدائرة أو الدايرة في المنام. رؤية الدائرة في المنام تبشر الرؤية صاحبها بتحقيق الأحلام بإذن الله. الدائرة السوداء دلالة على شعور الرائي بالوحدة والضيق، فهي انعكاس لنفسيته. أما الدائرة الحمراء فهو يؤول هذا الحلم إلى حصول الرأي على الاستقرار فيما يخص أسرته أو عمله أو حتى في علاقاته الاجتماعية، كما تحمل التوفيق والنجاح إن شاء الله. قال ابن سيرين أن رؤية أو رمز الدائرة في المنام من الرموز التي تحمل معنى قدوم الخير للرأي، كما أيضا من الممكن أن تؤول إلى البدء في مرحلة جديدة في حياة الرأي يسودها السعادة. وفي حر الشخص أي شيء في منامه على شكل دائرة، فيشير ذلك إلى الأمان والاستقرار في حياة الرأي. بالإضافة إلى أن رؤية الدائرة في المنام يمكن أن تفسر على أنها حركة الدوران وتعاقب الأيام والسنين. تفسير رؤية الدائرة في المنام للعزباء. عندما ترى العزباء في منامها الدائرة، فيرمز ذلك إلى نهاية مرحلة قديمة وبداية مرحلة جديدة تقودها نحو الأفضل بإذن الله. كما يمكن أن تشير رؤية الدائرة في منام العزباء إلى علاقة حب جميلة تنتهي بالزواج. الدائرة للعزباء دلالة على أنها ستحقق الأحلام التي تمنتها. تفسير رؤية الدائرة للمتزوجة في المنام. عندما ترى المتزوجة في منامها الدائرة، فيؤول ذلك إلى اكتمال حدوث أمر ما أو تحقيق أمنية كانت تتمناها إن شاء الله. ويمكن أن يشير رؤية المتزوجة للدائرة أيضا لخوفها من حدوث أمر يخص أسرتها. رؤية الدائرة للحامل في المنام. تعد رؤية الحامل للدائرة في المنام بشرى سارة على تيسير أمورها وأن ولادتها ستكون سهلة بإذن الله. إذا شهدت الحامل أنها تقوم برسم دائرة، فذلك دلالة على أنها ستحصل على مصدر دخل جديد أو الحصول على ترقية بعد عمل وجهد كبير والعلم عند الله. رؤية الدائرة في المنام للرجل. في حال شهد الرجل في منامه دائرة أو أي شيء على شكل دائرة، فيحمل هذا معنى عصوره على امرأة جميلة تتصف بالكرم والأخلاق الحميدة ومناسبة للزواج بإذن الله. كما فسر العلماء رؤية الرجل أنه يقف داخل الدائرة، أنه يمكن التغلب على المشاكل ويصل إلى مراده وتحقيق أحلامه. يمكن أن تتم تفسير الدائرة أو أي شيء يأخذ شكل الدائرة في المنام على أنه بشرى سارة للرأي ودليل على اكتمال الأمور، فهو توصل إليه كبار تفسير الأحلام، لكن الاختلاف في التفسير يمكن أن ينبع من اختلاف الحالة الاجتماعية للرأي. تفسير رؤية الدائرة في المنام للمطلقة. فرؤية الدائرة أو أي شيء يحمل رمز الدائرة للمطلقة يشير ذلك إلى تخلصها من المشاكل والظلم الواقع عليها إن شاء الله تعالى. كما فسر العلماء رؤية المطلقة للدائرة على أنها يمكن أن تحصل على مصدر دخل جديد أو الحصول على ترقية بعد عمل وجهد كبير والعلم عند الله. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.